من الفضاء مشاهدينا إلى الفضاء أيضاً، وإنجاز سعودي آخر، اختراع لطالبة سعودية شغوفة بعلم الفضاء منذ صغرها، حصد الميدالية الذهبية بمعرض آيتكس للاختراعات في ماليزيا. الطالبة السعودية يومن زامل العتيبي ترجمت مشروعها إلى قمر صناعي يستطيع الكشف المبكر عن حرائق الغابات باستخدام تقنية الكيوبسات. فكرة الاختراع بدأت منذ العام الماضي، والآن دخلت الخطوات العملية لإطلاقه في الفضاء بعد إجراء الاختبارات المطلوبة. اليوم سنستضيف المخترعة الشابة الصغيرة يمن العتيبي لنتعرف معها على تفاصيل أكثر عن هذا الاختراع الفائز بالذهب. إذن مشاهدينا معنا الآن من جدة المخترعة الشابة يمن العتيبي. أهلا بك يمن معنا، وألف ألف مبروك على فوزك بهذه الجائزة. طيب خليني بس أبلش معك يمن، أول إشي شعورك بإحراز هذه الجائزة لك يعني ولبلدك السعودية التي تمثليها؟ أكيد أنا فخورة جدا بهذا الإنجاز، خصوصا لأنه أخذ وقت طويل على ما أني أجهزه وأعرضه في محفل عالمي زي آيتكس، وبعد ما وجدت الإقبال الكبير وقدرته لخدمة العالم بحصولي بالجائزة الذهبية في مجالي وأيضا جائزة المخترع الشاب من مواطنة الابتكار، كانت لحظة سعيدة جدا. طب خليني أسأل، ليش هذا الاختراع وحبك للفضاء من وين جاء؟ من صغري كنت منبهرة بالفضاء والمركبات الفضائية وكيف أن لا حدود له، وأنا جدا شغوفة بعلم الفيزياء، ولذلك بدأت أقرأ وأبحث باستمرار، وكانت أسرتي تدعمني بشكل دائم من خلال توفير المصادر والبيئة المناسبة لكي أتعلم أكثر. وعندما صدر الأمر الملكي لتأسيس الهيئة السعودية للفضاء في عام 2018، هذا زاد حماسي بشكل كبير، فبدأت أني أسس نادي للطلبة الثانوية المهتمين في علم الفضاء وهندسة المراكب الفضائية، ومن خلاله بدأت أنشر مقالات لهذا المجال. طيب خلينا نفهم اختراعك أكثر يا يمن. أنت هو عبارة عن قمر صناعي يطلق في الفضاء ويتنبأ أو بيقدر أنه يكشف عن حرائق، كيف بيعمل بالضبط يعني، ومن سيستفيد منه تحديدا؟ القمر الصناعي هذا يقيس كمية الأشعة التي تصدر من الشمس إلى الأرض بهدف قياس الحرارة، وأيضا كمية الهيدروكربون التي تبعث في الغابات لكونها إحدى الأسباب الرئيسية في بدء الحرائق. وعن طريق ذلك يستطيع هذا القمر الصناعي أن يفرض توقعات لحرائق قادمة من خلالها يتم حماية الأرواح وحماية البيئة. متى راح يكون انطلاق هذا القمر ويعني يكون على أرض الواقع؟ لا مو على الأرض، راح يكون بالسماء وفي الفضاء بعد. عادة الأقمار الصناعية تمر بالعديد من الاختبارات والبروتوكولات حتى تكون جاهزة للانطلاق، وأنا أعمل الآن لإكماله على أفضل وجه، وأيضا أطلع أني أكمل العمل عليه في دراستي الجامعية، وأتمنى أن أراه على أرض الواقع قريبا بإذن الله، والله الموفق. طيب يمن، في هذا اليوم اللي بيشهد أنه أول سيدة عربية وهي سعودية ريانة برناوي تنطلق إلى الفضاء، وطبعا مع زميلها أيضا علي القرني. علي القرني علي مش عادل. طيب يمن، هل في عندك طموح بأنه في يوم ما مش بس القمر الصناعي اللي أنت اخترعتيه راح يكون أو ينطلق إلى الفضاء، ولكن أنت أيضا كرائدة فضاء عندك الحلم؟ طبعا رحلة رواد الفضاء، رحلة رواد الفضاء ريانة وعلي هو حلم بالنسبة لنا، وخصوصا لجيلي أنا كمان، وكمان المركبة اللي انطلقوا منها
الصاروخ فالكن 9 بيكونوا مركبة يمكن لها إعادة تدويرها في المستقبل. هذا كمان كان جدا شيء مبهر لنا حاليا والأبحاث العلمية التي سيقومون فيها. ونحن جدا فخورين وممتنين لدولتنا الغالية بدعم لمثل هذه الجهات، وبلا شك أن السعودية حتكون رائدة طيب. فيها. يمن أتمنى عليك طبعا أن تحتفظين بهذا اللقاء إن شاء الله، لما تكونين رائدة فضاء وتصعدين إلى الفضاء نكون أول ناس تنبأنا لك إن شاء الله بهذا المستقبل الباهر. الذهب للذهب دائما، وألف مبروك يمن العتيبي، شكرا جزيلا وإن شاء الله الخير بقبال. كل التوفيق. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.